نواصل مع سيرة رسول الله ومع فضائل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن رأينا وتناولنا فضل الصلاة عليه كما أمر المولى سبحانه وتعالى. إذن في نفس الآية التي انطلقنا منها يقول المولى جل وعلا: وسلموا تسليما، أمر بالصلاة وأمر بالسلام. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن وسلموا تسليما أمر بالسلام. قال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله الصحابة أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذكره. لو الصحابة كانوا موجودين عن سيد النبي يدخلون عليه أو يأتونه فيقولون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد الخلق، السلام عليك يا خير خلق الله. نحن الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين أظهرنا. نحن إذن بالآية التي نقرأها نحن مأمورون أن نسلم عليه. كيف نسلم عليه ومتى نسلم عليه؟ عندما نحضر قبره أو عندما نذكره ونقول: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن هذه صلاة منك وسلام منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه. يوم من الأيام دخل سيد النبي على الصحابة فنظروا في وجهه الشريف فرأوا البشر يعلو وجهه، بشر يعلو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الصحابي الذي يروي الحديث، قال: إنا لنرى البشر في وجهك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقوله الحبيب محمد، وإنما سيقوله هو السبب في هذا البشر الذي ظهر على وجه رسول الله. يقول: إنه أتاني الملك، فقال أتاه الملك أي جبريل، فقال: يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فقال: يا محمد إن ربك يقول لك: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا ونبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة، انظروا، هذا جعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يستبشر ويظهر البشر على وجهه. لماذا؟ لأن في الصلاة عليه منفع ومصلحة لأمته، يعني لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. كذلك عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت، اسمعوا جيدا، ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت. هنا سيدنا النبي يقول إذا مت، يعني ليس في حياته، أي بعد موته، وهذا يعنينا نحن. نعم، إذن يقول: ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني سلامه مع جبريل يقول: يا محمد هذا فلان بن فلان يقرأ عليك السلام، فأقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبنا ونبينا محمد. أنت، أنا، نحن عباد الله المذنبون المقصرون المخطئون المفرطون، نحن نتذكر في مجلس كهذا فنصلي ونسلم
فيحمل جبريل عليه السلام هذه الصلاة وهذا السلام ويقوله للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويذكرك أنت فلان في فلان باسمك واسم أبيك ويقول له إن هذا العبد من أمتك قد سلم عليك فيرد سيدي النبي عليه الصلاة والسلام السلام ويقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وروى النسائي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض. ملائكة سياحين، ما معنى سياحين؟ أي يسيحون في الأرض. ملائكة مهمتهم يدوروا في الأرض في أصقاع الأرض في كل مكان في كل نهج في كل شارع في كل قرية في كل مدينة في كل مكان في كل اجتماع في كل منزل في كل دار في كل جامع يدوروا هالملائكة ويبحثوا إنهم يبحثون عن شيء. اسمعوا معي أيها السادة، إن لله ملائكة سياحين سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. الملائكة يدوما وإن يلقى واحد في أي ركن من الأرض يسلم على سيد النبي يحمل ذلك السلام وتلك الصلاة ويبلغونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القشيري والتسليم قولك السلام عليك يا رسول الله.